الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا أهل الخير يا أصحاب القلوب البيضاء جئنا لنرفع إليكم هذا الطلب هؤلاء أمسوا بحاجة بخفر الآبار وكما كنتم تشاهدونهم كلهم في هذه المصانق يأتون ويجلبون الماء وهذه الماء غير صافي أصلا لا يستعمل في معاملات الأخرى لفقد وجود الآبار هنا يأتون ويجلبون الماء وبارك الله فيكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من يقوم بخفر الآبار في هذه القرية ما شاء الله تبارك الله وجزاكم الله كل الخير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم المتبرئين وأن يجازيكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا أهل الخير كما تشاهدون داخل هذه العين يأخذون مياه لأهل هذه القرية يستعملونها في العبادات وفي شرب وجينا رحلة ثم أدركنا هؤلاء في هذه النهر يأخذون المياه لكي يغطي على زمهم ونرجو من المحسنين الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا للتنفيذ لهؤلاء البير ولا واحد